كل عمري حسين، انا كل عمري حسين، من محرم يبدي عمري وينختم بالاربعه. اني خادم الحسين الحاج ابو علي الفتلاوي. عمري حسين دورنا في الخدمة الحسينية هو نحن خدام هنا لأهل البيت عليهم السلام. أنا صفتي كطباخ هنا أنا بالهذا وأخدم أي شيء، مو شرط أي شيء، إحنا مهم نخدم هنا أنا في هذا المطبخ. أنا بدأت بالخدمة الحسينية الحقيقة منذ طفولتي حوالي أكثر من 65 سنة، 60 سنة تقريبا. أنا عمري الآن أكثر من 67 سنة، وأنا طفل رضعتها من أبي وأمي وأهلي وجدي وعشيرتي، كل إحنا رضعنا الخدمة الحسينية من الطفولة. أي لا حياتي بلا مجد، لا وجود بلا حسين، أنا كل عمري حسين. تحضير الأكل يكون طبعاً إحنا عندنا جدول، ما قبل يومين او ثلاثه نحضر مثلا كل يوم صنف، فاحنا مثلا اليوم نبدا الساعه يوميا نبدا من الساعه 7 أو 8 صباحا الى منتصف الليل الى ان يخلص المجلس مالتنا اللي هو يمكن اكثر الساعه 12 بالليل. انتظر بك انفجر يا محرم بالدم، انا كل عمري حسين. عدد الأشخاص اللي يخدمون معنا حقيقة هو عدد غير معلوم، لأنه كل الناس تجي تريد تشارك، فمو مثلا إحنا عمل 5 أو 6، لا الآن تلقى أكثر من 20-30 شخص هم اللي يشاركون، سواء شباب سواء شياب سواء أطفال. الآن الأطفال يلعبون دور كبير في الخدمة الحسينية، الآن هم قاعد يزاحمونا بالعمل. ليش؟ لأنه ذولا تربوا على هاي الخدمة الحسينية، وإحنا فاسحين لهم المجال، نريد نعلمهم، نريد نعرفهم على الخدمة الحسينية، نريد نعرفهم شنو هو الطريق الحسيني. أنا كل عمري حسين، من محرم يبدي عمري وينختم بالأربعين، أنا كل عمري حسين. عدد ساعات العمل يومية ماكو ساعات ثابتة الحقيقة، لأنه حسب نوع الأكل اللي تحضره أنت، نوبات أكل يخلص فت 5-6 ساعات، نوبات أكل يطول 8 ساعات، نوبات أكل يخلص بساعتين، حسب نوعية الأكل اللي إحنا نحضره بذاك اليوم. الحقيقة أشهر الأكلات هي محرم، المعروف عنها هي التمن والقيمة بصراحة. بس الآن إحنا تعرف هاي الشباب هنا وخاصة في أوروبا مو مال تمن وقيمة تبطي دائما، لا إحنا ننوع مثلا يوم دجاج يوم لحم يوم مثلا تمن باقلة يوم تمن زرشك يوم مثلا تمن تاتشين يوم نسوي مرق نوعية يوم نسوي قيمة، كل يوم هو شكل طبعا ما ثابتين على شكل واحد، وحسب نشوف فين الناس اللي رغبتها لهالشيء. تمن قيمة صارت قديمة بس هي صح محبوبة وما تدمن، لكن هي يعني نسويها احنا بصراحة نقول بين سطر وسطر. أنا كل عمري حسين، أنا كل عمري حسين، انتظر بك انفجر يا محرم بالدم. الوحيدة هي الخدمة الحسينية، ما بها أي صعوبات وأي تحديات. يعني كل شيء يتسهل وكل شيء يتبسط، لأنه شنو هاي من الله سبحانه وتعالى. الخدمة الحسينية ما بها أي صعوبات. تشوف يعني أنا واحد من الناس، من كنت أنا أطبخ بالعراق نوبات ما عندي فلوس، بس بيوم طبخ الإمام الحسين ما عزمني أن الله يهيئ لي بواسطة سفرة الحسين عليه السلام. فالوحيدة هي سفرة الإمام الحسين، ما بها أي صعوبات أي تحديات، دائما تكون سهلة دائما تكون بسيطة دائما تكون النفوس راضية من أجل العمل. بلا مجد لا وجود بلا حسين، أنا كل عمري حسين، أنا كل عمري حسين، من محرم يبدي عمري وينختم بالأرض.
انتظر بك انفجر يا محرم بالدمع. الهدف من الخدمة الحسينية هو إحياء شعائر الله في الأرض، إحياء يعني هاي الأجيال نعلمها إنه شلون، ليش انقتل الحسين، من أجل من انقتل الحسين ومن قتله. وإحنا إن شاء الله نرجو من الله شفاعة بواسطة الحسين وبجاه الحسين وبحبنا للحسين أن يرحم العراق وأهل العراق وشعب العراق وشيعة العراق وشيعة أمير المؤمنين في كل بقاع العالم في أي دولة. إن شاء الله أنصار الحسين وأحباء الحسين وأنصار أهل البيت هم الفائزون إلى يوم القيامة إن شاء الله. جود بلا حسين، أنا كل عمري حسين، أنا كل عمري حسين من محرم.